وأولى فقراتنا سلمى رح تكون خاصة بالليزر العلاجي وتقنيات الليزر المتعددة واللي صار يستخدم اليوم بشكل كتير كبير بالعلاجات الدقيقة لعدد كتير كبير كمان من مشاكل الجلد والبشرة ومن تصبغات الجلد يلي بتتحول إلى ندب واضحة ونتيجة لعوامل كتير منها نتيجة التعرض لأشعة الشمس الحارة والكلف كمان وخصوصاً لسيدات بأول أشهر الحمل بصير عندهم مشاكل بالبشرة كلف أو تصبغات وأسباب كتير كمان منها بتترك أثرها على الجلد. أكيد عفاف، اليوم ضمن مساحتنا الطبية رح نتعرف أكثر على مجالات العلاج بالليزر وخصوصا بمشاكل التصبغات وغيرها من المشاكل الجلدية وكيفية هذا العلاج وغيرها من التفاصيل اللي ممكن تخطر ببال أي سيدة عم بتتابعنا، ورح نعرف الأسئلة اللي طبعا ببالكم عم بتدور ونجاوب عليها مع ضيفنا بالاستوديو الدكتور إبراهيم أبو زخم اختصاصي في الأمراض الجلدية والتجميل. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح النور دكتور وأهلا وسهلا فيك. خلينا بالأول نتعرف على العلاجات المتعددة للليزر لكثير من مشاكل من البشرة، هل هي تقنية تعد حل لكل مشاكل البشرة اليوم؟ لا أكيد، الليزر هو مأخوذ من الضوء، نحن اللي بنشوفه أو أحيانا من الأشعة تحت الحمراء اللي ما بتشوفها العين. كل هالأشعة هي أشعة آمنة، يعني ما بتدخل بالأشعة المسرطنة، مشان نكون نطمن من البداية أنه الليزر هو آمن وعدد جلساته مفتوحة، يعني ما في تحديد لعدد الجلسات، يعني والله إذا أخذت أكثر أو أقل رح أنضر. في طيف، يعني والليزر بياخذ بالانتشار بمجالات الطب المختلفة وحتى باختصاصنا عم يزيد ويزيد. هن ثلاث مجموعات من الأجهزة الليزر اللي بتستخدم بالجلدية أو بالأمراض الجلدية والتجميل إذا بدنا نقول. شيء بيمتصه الصباغ اللي بالجلد، وفي طيف من الأجهزة الليزر اللي بتستعمل نزع الأشعار، وما بنقول إزالة للأشعار لأنه الليزر حقيقة ما بيعمل إزالة 100%، ما بيعمل شيء اسمه هير ريموفل، بيعمل هير ريدكشن، يعني إنقاص دائم بعدد الشعر أو بقوامة أو بنحكي فيها بالتفصيل. وهالنفسها الليزرات هاي بيغيروا فيه بالتقنية تبعها، ممكن تعالج الوحمات الصباغية الولادية الموجودة أو التصبغات الجلد السليمة، ومركز على موضوع السليمة لأنه أي شيء خبيث أو في احتمال الخبث ما منعالجه نحن بالليزر قطعا. نفس الليزرات هي الطيف من الليزرات بتعالج، مو بتعالج، بتعمل إزالة للوشم. فإذا نحن هدول مجموعة من الليزرات، في شيء للوحمات الوعائية، الوحمات الوعائية يعني الوحمات اللي لونها أحمر، وكل هالمكونات الحمراء وهن كمان مجموعة من الأجهزة، وعلى طول عم نقول مجموعة من الأجهزة. وآخر شيء الأجهزة اللي بتتعالج للندبات ولإعادة إحياء البشرة ولتجاعيد الوجه. طبعا يعني مجال واسع دكتور، طبعا إذا بدنا نحكي بتفصيل كل قصة بنطول كتير. أكيد خلينا ندخل بس اليوم بموضوع اللي حكينا عنه بالبداية واللي هو بما يخص تصبغات الجلد. في أنواع متعددة من تصبغات الجلد مثل ما حكينا، في شيء بيكون بسبب الحمل، في شيء بسبب الطقس، في بعض الحروق اللي بتعمل تصبغات، فخلينا نحكي عن العلاج بالليزر بهذا المجال. أكيد كل مرض له خصوصية معينة، مثلا لنحكي النمش تعالج بالليزر تمام، وهي مو لا تعتبر مرض، فينا ننظر لها بجمال وما نعالجها. في بعض الناس بتشكل لهم مشكله وبتجي بتعالجها بالليزر، سواء ان هذول اجهزه الليزر اللي مثل الروبي او الاندياك الكيو سويتش بيعطي نتائج كويسه. بس من ننبه هون انه اذا تعرضوا للشمس رح يرجع يتصبغ، فما فينا نقول هذا حل. يعني هي كلها علاجات مؤقته؟ تمام، لا مو كلها، كل مرض له خصوصيته. في امراض روحها بلا رجعه تعالج وما بترجع، وفي امراض ننبه المريض سلفا انه هاي ممكن ترجع. مثل مثلا في وحمات بتجي حول العين اسمها وحمه ايتو اوتا، بتجي حول العين وهي ما لها علاج، يعني ما بتلاقي ولا علاج بالدنيا غير الليزر. طبعا مو الليزر بجلسه واحده، بدك عدد من الجلسات وفاصل شهري لحتى ناخذ نتيجة جيدة. مثل الكلف مثلا، أنا ما كتير بشجع على علاج الكلف بالليزر،
في علاجات كتير مختلفة، وممكن آخر علاجات هو يكون الليزر. فكل مرض له حيثية، قد يكون الليزر هو الحل الوحيد لهالمرض، تمام، وقد يكون الليزر علاج مساعد بالإضافة للعلاجات الأخرى، وقد يكون علاج من العلاجات ما كتير يكون مهم. فعطول نحن لازم نوعي الشخص أنه هذا الليزر مو سحر، قد يكون هو الحل الوحيد بهالمجال وما عندك غيره وبمكان تاني، ونعرف إمكانياته، نعرف أنه هون حده. فمشان هيك مرات بتصيب ناس بعضها بخيبات الأمل، بتقول لك والله إزالة أشعار، ما في شيء اسمه إزالة أشعار. إحنا لازم نوعي المريض سلف أنه نحن أنت رح يخفوا الشعرات، الشعرات السود رح يصيروا أفتح، رح عدد الشعر رح يكون أقل، عودة نمو الشعر رح تضل. يمكن نحن بعد 7-8 جلسات مثلا نأخذ 70% من إنقاص، تمام، من التحسن. ويضل عندنا جلسات بسموها صيانة مثلا كل 6 شهور كل سنة على عودة نمو الشعر مثلا. بأي أمراض مثلا بالوحمات الوعائية مثلا، في وحمة بتجي بالولادة، وهي الوحمة بتجي على الوجه مثلا، وقديش لها أثر نفسي على الشخص كتير، ما لها حل غير الليزر. وهي الليزر اللي له بيمتص من قبل الهيموغلوبين خضاب الدم، وبيجي على الوعاء السخونة وبتغلقه، ما عندك علاج تاني. فالليزر هو المهم. فنحن هنا وعندنا عدد من الليزرات، مثلا شيء سطحي رح ناخد له نوع معين، الأعمق أعمق، ممكن في عندك التوسعات الوعائية اللي بتجي على الساقين وتزعج كتير من السيدات. دوالي؟ الدوالي يعني إذا بدنا نقول نحن العروق الصغيرة اللي قطرة بين 1 ل 2-3 ميلي مو أكتر. فهي علاج تجميلي طبعا، هون ما عم نحكي عن علاج صحي، علاج تجميلي فقط بالليزر، كتير نتائجه جيدة باختيار الجهاز المناسب والطبيب الخبير بإجراء هالعلاج. طبعا مثل ما عم نشوف دكتور انه الليزر اليوم دخل بمجالات مختلفه وكمان بعالم التجميل، وذكرت حضرتك انه ممكن يستخدم اوقات لعلاج التجاعيد او لازالتها او للتخفيف منها ومشاكل البشره الجماليه. خلينا نحكي عن احدث التقنيات بهذا المجال. اكيد نحن في طيف من اجهزه الليزر اللي بيمتص الماء، فهي اول شيء بلشوا باجهزه يعني تقشط كامل الجسم، بعدين الجلد، بعدين لقوا انه في تاثيرات جانبيه، في تعطيل عن العمل، صار في شيء اسمه فراكشنال ليزر. هذا الفراكشنال ليزر بيشتغل على جزء من السطح مو كامل، فبيعطي يعني اريحيه انه بتعمل الجلسه خلال كم يوم اسبوع بتلاقي الشخص بيرجع لعمله، بيرجع لشغله، وبيعطينا النتيجه المرجوه بدون تعطيل عن العمل، بدون اذيه مثلا، بدون حتى التأثيرات الجانبية عم تكون أقل من تصبغات، من ندبات وغيرها. مثل ما تفضلت بيعالجوا مثلا الندبات، ندبات بأشكالها، سواء مثلا بعد عمل جراحي، بعد حرق، بعد حب شباب، كل هالطيف من هدول. وسواء كانت الندبة ضامرة بسموها ضمورية، يعني نازلة عن الجلد، أو مرتفعة، أو أنه مشوهة الجلد، أو في عندنا اختلاف باللون او التصبغ، لا بالكلى، حتى اللي بسموها الجدرات كمان ممكن تتعالج بهالنوع من الجهاز، بالاضافه لبعض انواع التجاعيد السطحيه وشيء اسمه اعاده احياء البشره. هلا الطب التجميلي كلياته يعني راكض لفي خلايا اسمها الفيبروبلاست، هي خلايا مولده للليف اللي بتكون قاعده تحت الجلد. هالخلايا هاي بتنتج لنا كولاجين، بتنتج هيالورونيك أسيد، بتنتج إلاستين، وكلهم هدول دورهم معروف جدا بالتجميل. فكل هلأ الوسائط وكل هذا لتحريض هالخلايا، والليزر أحد هاي الوسائل اللي ممكن تحرضها سواء بالحرارة أو بإجراء الفراكشنال ليزر اللي عم نحكي عنه، لحتى تنتج كميات أكبر من الكولاجين والإلاستين والهيالورونيك أسيد، لحتى يعطينا بشرة أكثر نضارة. وخاصة بتستخدم الليزر، هذا الليزر اللي عم تحكي عنه، لشيء اسمه فوتو ايجينج. فوتو ايجينج هو الشيخوخة الضيائية،
وهون معروف يعني انه الشمس بما تحويه من اشعه فوق بنفسجيه الى اذيه كثير كبيره على الجلد والبشره وعلى شيخوخه البشره. واجا الليزر هذا ليعملنا حل لاختلاف التصبغ اللي بيصير بهالفوتو ايجينج او انه التجاعيد بمختلف اشكالها واعاده احياء وتحريض الخلايا اللي عم نحكي عنها هي خلايا مولد الليف لحتى ترجع تشتغل بطاقتها الكبرى. طيب دكتور قبل ما نختم سريعا، حضرتك حكيت انه اغلب اللي بيتعالجوا بالليزر سواء كان لازاله الاشعار او حتى اللي هي العلاجات الندبات وما الى ذلك يجب الانتباه لاشعه الشمس، ولهيك بنسمع انه احسن وقت مثلا اذا حدا بده يعمل ليزر يعمل بالشتاء بيكون اشعه الشمس قليله. قد في له اثار جانبيه اذا حدا خضع لهي الجلسات وخصوصا بدرجات الحراره العاليه اللي عم نعيشها حاليا؟ هلا الليزرات يعني على الطبيب يختار الانسب بالوقت المناسب. اشعه الشمس هي ضاره، ليزر بدون ليزر بنص الليزر بس بتزيد تتفاقم. أكيد يعني أكيد أشعة الشمس يعني نحن دعوة أنه ما يتعرض الواحد لأشعة الشمس بالفترات اللي بيكون الأشعة فوق البنفسجية بقمتها اللي هي بين 10 و4. طبعا الجلد اللي متخرش أو مرضوض لأي سبب رح يكون تأثره بالأشعة فوق البنفسجية أكبر، وبتكون التصبغات والندبات هي طبعا الندبات ما لها علاقة كتير بالأشعة، التصبغات رح تكون أكبر. فكله وكل جهاز له حيثيته يعني، والطبيب رح يختار لك. حتى بالصيف ممكن نعمل بإجراءات كتير مهمة مع تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر. دكتور خلينا نصحح معلومة ولو بآخر دقيقة دقيقتين الوقت، أنه التعرض لأشعة الليزر بشكل متكرر أثناء العلاج ممكن يؤدي لأمراض خبيثة، هي صح المعلومة؟ أكيد لا، نحن لازم نكون نحن فهمانين تماماً وين عم نحكي. كل أجهزة الليزر المستخدمة على الأقل بيقول أنا بالجلدية والتجميل تقع ضمن الطيف المرئي اللي نحن كل يوم نتعرض له، والأشعة تحت الحمراء اللي ما بنشوفها ولا كان هي موجودة، وهي تميزها عن الأشعة المؤينة. يعني الأشعة اللي بيكون فيها طاقة عالية كتير هي الأشعة السينية بوقت اللي بنعمل صورة شعاعية، أو الأشعة بالانفجارات النووية أو بالحروب، هي ما لها علاقة فيها لا من قريب ولا من بعيد. وعدد جلسات الليزر مفتوح وآمن، وحتى المرأة الحامل إذا كانت هي عم تجري العمل هي مسموح تشتغل بكل أمان، لأنه ما بيأثر لا على المرأة الحامل ولا على الجنين. لكن نحن ببعض الحالات ما بنشتغل على المرأة الحامل لأسباب ما بتتعلق بالليزر، لأسباب تانية، ممكن يحرض ألم مثلا، ممكن يلام إذا صار تشوه معين انه الليزر يكون هو السبب مع انه الليزر بريء من لهيك الافضل انه ما نعمل شيء خلال هلا خلال الحمل. يفضل ما نساوي شيء منشان يعني ما نشك بالموضوع. بس قطعا الليزر ما له تاثير لا على المراه الحامل مباشره كاشعه ولا على الجنين. وحتى المراه الحامل الطبيبه او التكنيشن اللي عم يشتغل ممكن تشتغل بكل امان بدون اي تاثيرات جانبيه. يعني بدنا نشكرك دكتور على وجودك وعلى كل النصائح اللي قدمت لنا اياها اليوم. شكرا لك. شكرا لك دكتور ابراهيم، واكيد بنتمنى السلامه للجميع. اهلا وسهلا. شكرا.